سواد ما فراسهمش وما قلتاش ليهم، وبغيت ندير واحد المفاجاه صغيره للوليدات، والحمد لله حنا تديروها غير صغيره وكتكبر. خذوا من عندي واحد الفكره، ورا نتوما خارجين كنحس بواحد الفكره بدا فرا واحد الميساج، بغيت نوصل لكم بان راه ما كاين لا فرزيات. يخرج شي واحد يقول لك انا ما نزلش ليا ولا ما عطانيش ولا كذا، الحساب ديالك اولدي كاين، وهذوك اللي ما نجبوش راني قلت لهم اولدي نتوما راه ما دزتوش، والطورا السيد راه كيعطيك ما عندكم عندكم شهر جوج، وغندوزو لكم الحزام ديالكم نتوما وغنعطيكم بانه واحد 8 أو 9 ديال الدراري. راه ماشي نقول بان راه ما نجحتوش، ولكن عندكم الطورا السيد راه كاين ان شاء الله دوزوها، وتعرف تتعرض للطابلو تما حيدناه. البرنامج كيتخلق واحد النزاعات وكذا، ولكن هادو اللي ما نجحوش راه قلت لهم بيني وبينهم ان شاء الله الاخرين ديرنا ديال الاحزيمه. راه جا كل واحد اللي عنده شي حزام ديالو غيجي غياخدو، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يمشينا حتى ماشي واحد، وربما ان شاء الله غادي تكون واحد المفاجاه واحده اخرى. الاخلاق ديالو في الانضباط الرياضه ديالو تلا سوق لي سوق تحت شي ثوره حيت شوفوا 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 على عمار الورا ولا أحسن لاعب هديم انقطاع عن دروس صافي كون هاد العام هذا يكون بطل المغرب في الافتتاح، ولكن ما كينضبطش في الخدمه ديالو. يعني ولدي هاد الحزام هذا كتستحقو، وانما انا كتبغي نشوف شي حاجه اخرى، ونحتفل بك ولدي تكون عندك ميداليه وطنيه. وعلى مالا ملي كيكون اللاعب عندنا تيكون تيجتهد تيحلم شي حاجه كيوصل ليها يكون متفائل. محمد مزيوي
الاخلاق ديالو كياكل العصا، ولكن مؤخرا ديك السكات ديالو داك الصمت ديالو اللي كتعطيوه هو كيقول حتى حاجه، ولا يعطيكم العصا كيعطيك العصا وانت غادي هابط، وليتي كتهرب منو انت كشخص كتلعب معاه، ولا كيعطيك يوم من الايام ولا يعطيك العصا وانت غادي هارب، كنتي كضربو واستمر معانا الحمد لله حتى ولا هادوك اللي في السن كدو ولا يقول عصا قدامو. الرياضة راه ماشي بحال هكا، إلا اهتميتي بداكشي بأنك تكون يوم من الأيام غادي تكون في المستوى. راه داكشي علاش كنسميو حنا الرياضة ديالنا فنون الحرب، راه خصك تكون مستعد تعطب وغتعطب، وديما غتكون الساح في يدك أو في رجلك، ديما تكون متعرض للمسائل هادي. ولكن ملي كيكونوا الأعطاب عاد كيكون اللاعب عاد تيولي يتعلم يلعب، ملي كتكون يدو صحيحة ورجل بجوجهم أو يدو بجوج صحاح ما مقصحيش أو رجلو بجوجهم ما معطوبش فيهم ما تيكونش تيفكر، ولكن ملي كيتعطب في اليد أو في الرجل كيولي كيلعب وكيفكر. كاين اللي كيتعطب كيكون مقصح في يدو أو في رجلو تيمشي يجلس 3 شهور، ملي كتعطب عاد كتقول لي فنان في اللعب، كتعرف راسك اش كدير، ملي كتلاقي يدك أو الرجل ديالك كتعرف اش كدير بها وفين غضرب وباش غضرب. هذا ميساج تنقولو للشباب. نهار الحد جريت مع درت مع بعض الأبطال نجري معاهم، كاين اللي ما جاش، كان عندنا الحد الآخر الإمتحان. أنا بالنسبة ليا هاد الناشئة هادي اللي شجعتني، وماشي كنقولك ماشي كلشي ما عطيتيش أحزمة يبقى داك الحال، كنقولكم راه تكون مفاجأة. هذا مسكين أنا نقولكم واحد الحاجة، هذا حافظ وكل شيء وتريني ولاعب وناضي ومزيان ويستحق التشجيع، ما دخلش الامتحان، ولكن بان هذا راه كيستحق الحزام الازرق. باش عطينا حزام اخضر كيستحق الحزام الازرق، وبغيتك اولدي تستمر انا راني معاك، ما تفكر بشي حاجه اللي غتكون نهار اللي غتريني مزيان اولدي تكون بطوله. وعندنا واحد الفريق انا نقول لكم هنا غادي يمشي معاهم ان شاء الله باذن الله، كاين واحد الدوري غيكون فاس ان شاء الله باذن الله، وغنمشيو مع الابطال ديالنا، انا غنشارك بهم في الدوري الدولي ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه للشباب بينوا لي الخدمه ديالكم وتريني، انت باغي دير الرياضه ماشي كدير الرياضه عندي بزز، الرياضه راه ماشي كلشي كدير شي حاجه بزز، الا كنتي كدير شي حاجه بزز راه ما غتوصلش فيها. الشباب غادي معكم واحد الفوره جماعه، واللي بغى يبقى معنا مرحبا، اللي تشاركوا الطعام كاين شي حليوات غادي المفاجاه، بان راه غتكون المفاجاه. الحمد لله طول العمر وداز الامتحان في القاعه وكان داكشي في المستوى عجبني الحال، وما حضرتش بطاله وحده بالنسبه للصغار، احسن بطاله اللي تعزلت في القاعه ديال الضحى يعني في البومسي، ما حضرتش ما جاتش الحصه، كنا غنتوجوها مثلا بحزام ديالها وكسوه، هاد الكسوات وهاد الشيء هذا كنطوع به راه من عندي عبد ربي، راه ماشي انت ما تقولوا راه بانك كدير مساهمه من عند هذا ولا من عند هذا، تعجبوني الاعباء ديالي طوعت بهم في الجمعيه ديالي، كنحب هاد الوليدات من قلبي، والحمد لله الرياضه ديالنا غادي داكشي زوين، وان شاء الله بان كنوعدكم بان الا بقيتوا غادي معاك في هذا السميتو غيكون عندنا ميداليات وطنيين. حنا الحمد لله امل العيد الظرف 15 سنه او 16 سنه راه كانت من الاوائل كانت تتمثل مدينه سارة وطنيا ومعروفه، والتاريخ ديالها لا بالابطال ديالها ولا بماشي، غنفتخروا عليكم بهذا الشيء يعني الانسان كون كان بالنسبه نقول لكم دخلوا التاريخ الاولاني. حنا الحمد لله راه حتى بالنسبه لا ساعد الجهه ديالنا ولا ساعد العصبه ديالنا امل العيد يعني كان واحد الدور اللي كانت بالنسبه للابطال ديالي اللي ما كانوش تعزلوا واحد الجوج ديال الابطال ديالي، كان مشى واحد عندي المنتخب الوطني وما تصمتش ليا، والجمعيه ديالي حتى بالنسبه للاباء وداكشي مشى للمنتخب الوطني وكان غيمشي يدير واحد الدوري في الامارات، وكان غيدير اقصائي في العالم في كره العالم في مصر وما مشاش، لان على ظرف الاوزان ديالو كان زايد في الميزان ما مشاش، وكانت عندي بطاله بان باش غتلعب في الدوري الدولي ديال اكادير، وكلاصات في البطوله الوطنيه ديال الشبوان خداتها في الميزان في 52 كيلو، وجابت الرتبه الاولى ولعبت على حساب الاوزان الاولمبيه في 55 لعبت الاوزان كبر منها،
واحتلت على الرتبه الثانيه وما شاركتش في الدوري. وطرالي بالنسبه كان واحد الاوبيراسيون بالنسبه ديال اللاعب ديالي، ويعني كنقول واحد بعض المنبر يعني هذا هو اللي خلاني نتراجع. كاينه واحد الظروف لي، ولكن الحمد لله غادي نفاجئكم في امل العيد ان شاء الله باذن الله. واخا تراجعت لي واحد المولى باش ناخذ واحد الطاقه ديالي مع الابطال ديالي، كاين الابطال ديالي عندي مطاطشين ان شاء الله باذن الله، انا غادي نقول الكلمه ديالي ان شاء الله باذن الله. حتى الحمد لله عندنا دابا بالنسبه للعصبه او الجمعيه ديال سعد الجامعه او العصبه الشمال الغربي يقولوا الرباط سالم قنيطره، الحمد لله ديالو، وهذا عطانا واحد الشحنه اللي ان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالنا ان شاء الله باذن الله. يعني رجعنا للجمعيه ديالنا وكنخدموا بخفاء لان لقينا واحد اليد اللي غادي تخدم معنا ان شاء الله. كان رئيس الجامعه الحمد لله تو راه مدنا يد المساعده، والحمد لله هذا هو الافتخار. وحنا راه رجعنا وخدينا واحد الطاقه ديالنا، والحمد لله غنقولوا واحد الكلمه ديالنا ان شاء الله كنوعدكم بها باذن الله السميع العليم ان شاء الله. ونتمنوا حتى انتم يكون شويه ديال التشجيع من عندكم من الاباء. غادي نبانو في الساحه ديال الرياضه ديال التايكوندو ان شاء الله. حنا هاد الرياضه كتجري مجرى الدم الحمد لله بالروح ديال وباخلاص لهاد الرياضه. ومن هذا المنبر كنقدم التحيه للرئيس العصبه الشمال الغربي محمد داودي، كنحيي بروح الرياضه والروح القتاليه اللي كيخدم مع هذه الرياضه ديال التايكوندو. هذا هو اللي خلاني كنشدد الرغبه ديالي وكنخدم في هذه الروح ديال الرياضه ديال التايكوندو، وغنخدم فيها وغنزيد وان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالي. كنشكر رئيس المديريه ديال مدينة سلا خالد الحطاب على السند ديالو وعلى التشجيع ديالو في الخفا وعلى الحضور ديالو في امتحانات على الشده والفده، حارس على جمعية الأمل العيدة وكيعاونو. كنحيي كأستاذ من هذا المنبر وجمعية الأمل العيدة، تتحيي رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو رباط سلا القنيطرة محمد الداودي، والرئيس المديرية خالد الحطاب. كنحييكم من هذا المنبر داخل جمعية الأمل العيادة. شكرا لكم.